حياكم الله لما كنتم مشاهدين كرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط على الرغم من استقرار النفط في الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل دولارا و 58 سنتا ليصل إلى 77 دولارا و 83 سنتا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط دولارا و 58 سنتا ليصل إلى 80 دولارا و 78 سنتا. هذا واستقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد هبوطها في الجلستين الماضيتين مع بقاء المستثمرين حذرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب. قال خبراء اقتصاديون إن من أسباب التضخم في العراق ارتفاع المعروض النقدي وقيام المؤسسة المالية بطباعة نقد جديد دون أن ينعكس ذلك على زيادة في النمو وعوائد الإنتاج. وأوضح الخبراء أنه في الأعوام الثلاثة الماضية أفرط البنك المركزي العراقي في طباعة العملة المحلية إذ ارتفع حجمها من 69 تريليون دينار في عام 2021 إلى حوالي 100 تريليوني دينار عام 2023 بزيادة بلغت أكثر من 33 تريليون. أفادت هيئة النزاهة بتنفيذ عملية ضبط لحالات تلاعب في تقدير أسعار بدل بيع العقارات وفي محاضر تخصيص قطع أراض في محافظة ذي قار تقدر بأكثر من 22 مليار دينار. وأضافت الهيئة أن اللجنة قدرت العقارات بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دينار فيما تم تقديرها مرة أخرى بمبلغ 27 مليار دينار، الأمر الذي بيّن وجود فارق كبير خلال التقديرين حيث وصل الفرق في الأسعار إلى 22 مليار دينار. أعلن البنك المركزي التركي عن تحديث توقعاته الاقتصادية للعام الجاري حيث خفض التوقعات الخاصة بمعدل التضخم من 43.52% إلى 42.95%. هذا وقلص البنك تقديراته لسعر صرف الدولار بنهاية العام من 37 دولارا و 75 قرشا إلى 37 ليرة فاصلة 37 قرشا مقابل الدولار. وكانت مجموعة العمل المالي قد رفعت الشهر الماضي تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص مما يمثل دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد بعد أن أدرجتها ضمن القائمة منذ تشرين الأول عام 2021. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.